شغالين في شغلة البوص ديت الاسبات، بنجيب البوص من الغيط ونقطعه ونجيبه ننضفه ونشتغل الاسبات صغيرة واسبات كبيرة، وشغالين فيها بقالنا 55 سنة، وعيالي متربين منها وجوزة عيالي منها وكل عشتنا منها زي ما انتوا شايفين كده. مهنة أبويا وجدي وأبو حمادة برضك جوزي برضك شغال فيها، وأبوه والده كان شغال فيها برضه، كلنا يعني شغالين فيها دي عشتنا منها وكل حاجة منها. يعني الصنعة دي هي متعبة، بس إحنا هنعمل إيه؟ ما إحناش لاقيين غير إحنا ما إحناش لاقيين غير بنشتريه وبنقطعه وبنجيبه وبنشتغله، بس الصنعة ما بقتش زي الأول. الصنعة بقت بطلت، شركة البلاستيك عطلت علينا، الشركة دي عطلت علينا وما بقتش زي الأول، بقينا يوم شغالين ويوم قاعدين. كلنا بنشتغل زي بعضين. هو بيشتغل في الاول وانا بشتغل في الاخر كده، يعني كل واحد بيكمل كلنا بنكمل بعضين في صنعه الاثبات اللي انتم شايفينها دي، بنساعد بعضنا وايد بايد. بشتغل في صناعه الاثبات وانا عندي 8 سنين، ان هي صنعه ابويا وجدي عشنا فيها وربنا عيالنا وكانت حياتنا وجوزناهم. بس الصنعة دلوقتي بتنقرض لأن البوص ما بنلاقيش والإثبات البلاستيك غطى عليه، وأنا يعني لما راجل يبقى عندي فوق 60 سنة، الست بتاعتي بتساعد معايا وبتعاون معايا كتفها بكتفي، عشنا وربنا. وأنا لما خطبتها خدتها بنت راجل معلم من نفس المهنة بتاعتي، فعيشنا وربنا عيالنا كلها منها، اتربينا وعيشنا وأكلناهم واتجوزهم والحمد لله مستورة وماشي. بس الصنعة بتنقرض دلوقتي. ست ناجية دي مراتي، من خطبتها وهي عندها 16 سنة، كانت قبل القوانين وقبل اتجوزتها بنت معلم من نفس المهنة، سدت وقامت معايا ايد بايد وخلفنا 4 عيال، جوزت 3، فاضل احمد الحمد لله عايشين ومستورين.